بعد أن أحدثت صفقة تحوله كلاعب من جوفنتوس في 2001 إلى ريال مدريد بعد 5 سنوات قضاها مع النادي الإيطالي، عاد اسم اللاعب الفرنسي الجزائري الأصل زين الدين زيدان إلى التداول بقوة في أروقة إدارة نادي السيدة العجوز، ولكن هذه المرة كمدرب لخلافة أنطونيو كونتي الذي أعلن استقالته من تدريب اليوفي عشية يوم الثلاثاء. ووفقا لتقارير الإعلامية الواردة من داخل مقر حامل لقب السيريا، فإنه في حالة تقاعس أو تأخر زيدان في الرد فسوف يفاضل رئيس أندريا أنييلي والمدير الرياضي جوسيبي ماروتا بين الثلاثي ماسيميليانو أليغري، روبرتو مانشيني ولوتشيانو سباليتي لاختيار أحدهم ليحل محل المدرب السابق الذي قاد الفريق للفوز بالكاتشو الإيطالي في 3 مواسم متتالية.